سمعنا الكثير من ذلك خلال مناظرة الأسبوع الماضي، وهذه المناظرة كان يفترض أن تركز على الحقيقة والوقائع، فجو بايدن لن يرفع الضرائب على من. قلت بأنكم سوف تبطلين القانون. سنتحدث الآن. المهم أن نقول الحقيقة. جو بايدن قال مرتين بأنه سوف يقوم بإبطال قانون تخفيض الضرائب، وهذا يفيد الأسرة المتوسطة، وكان قد وفر عليها واقع $2000. بالتأكيد غير صحيح. بالتأكيد غير صحيح. هل سوف يقوم فقط بإبطال جزء من مسودة القانون المتعلق بالضرائب؟ حوار حول هذا الأمر. حسنا، إذن لن يرفع جو بايدن الضرائب الذي له دخل أقل من $4000 في السنة. هو واضح بهذا الشأن، وهو لم يقول أنه ضد عملية تصديع الصخور. وجو بايدن هو خلال الركود الكبير كان مسؤول عن قانون التعافي الذي حقق النهضة الأمريكية، وإدارة ترامب تريد الآن أن تجني الثمار. فعندما تم كتابة الخطاب الوضع الاقتصادي أشاروا إلى الإنجازات، لكن هذا ما تحقق من قبل جو بايدن. وطبعا جو بايدن تعامل مع ركود مثل الكساد. ومن ناحية أخرى لدينا جو بايدن كان مسؤول مع الرئيس باراك أوباما لقانون الرعاية الصحية الذي سمح ل20 مليون أمريكي بالحصول على الرعاية الصحية، وسمح ذلك أيضا بإنقاذ الأسر التي كانت ستعلن إفلاسها بسبب فواتير المستشفيات التي لا يمكن أن تدفع. من ناحية أخرى والرئيس ترامب يريد أن يتخلص من قانون الرعاية الصحية، بمعنى أن الأمريكيين سوف يخسرون هذه التغطية الصحية إذا كانت لديهم أمراض مزمنة. هو قاطعني، أود أن أنهي كلامي لو سمحت. فإذا كانت لديكم مرض مزمن مثل أمراض القلب والسكري والسرطان فهم يستهدفون، وإذا كنتم تحبون الشخص لديه أمراض يستهدفونكم. إذا كنتم ما دون 26 سنة هارس، شكرا لك. فهم يستهدفون.